مجموعة اللي تقف بالضد من تعديل القانون يبدو أنه هم محضرين نفسهم لهذه القضية بحيث أعد 7000 حساب 7000 حساب بالهجوم على الدافعين إلى التعديل. شنو 7000 حساب يعني؟ 7000 على السوشيال ميديا؟ على السوشيال ميديا 7000 حساب كلها تهاجم والسب وتشتم وتشوه المذهب وتشوه الدين وتشوه المرجعية. يعني منو اللي عدها هاي؟ هذول الدافعين يعني. احنا تحدثنا في حلقات سابقة وفي سنوات سابقة أيضا دكتور مصدق أعتقد يتذكر هذا الكلام. أولا خلي ألفت انتباه جنابك الكريم. لا بس قبل كل شيء، هاي تقول أكو 7000 حساب على السوشيال ميديا كلها تهاجم المذهب الشيعي، تهاجم المذهب الشيعي، تهاجم التعديل اللي منو اللي هاي الصفحات تابعة، صفحات تابعة إلى مجموعة منظمات مجتمع مدني، صفحات تابعة إلى مجموعة محاميات ومحامين هم من يعني من مجموعة المنظمات والدافعين اللي هي الكاك مالتها الرئيسي اللي يمولها السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية بما لا يقبل الشك، وقائدتهم العجوز الشمطاء معروفة واضحة هنا إدوارد يعني منه. طبعا